هاد الحلقة برعاية كينو دماغوك، وما تنساوش أنكم تشتركوا في صفحتنا على الإنستغرام كينو دماغوك وصفحتنا على الفيسبوك كينو تيغاسيس ماغوك. رمضان شهر الرحمة والغفران، شهر الرحمة والغفران، شهر العبادة والقرآن، يهفو قلبي للرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بخير، كي دايره مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ نهار كبير في الغلاب. كاين شي فطور؟ كاين شي سله؟ كاين شي سله؟ صافي سله سله، تقربت بالسله. لا الفطور الفطور، يلا حيدنا في الفطور. مرحبا مرحبا، كلشي كاين الحمد لله. ديالك كي معك اليوم؟ تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. تنحلوها ان شاء الله، تنحلوها اختي وندشنوها ان شاء الله. الله يعطيك الخير اختي. عليكم الخير. الله يعطيك الخير. الله وشكرا للناس اللي مساهمين في هذا. الله يحفظك. حتى هما كنبغيو نوجهو لهم تحيه. شكرا لهم بزاف. الله يحفظك. تبارك الله، كادو زوين. تبارك الله. تشوفي تشوفي كطل. واحد هو اللي يشوف شنو يشوف شنو هي. شوفي اختي، مرحبا بك مريم. نهار كبير هذا والله. مرحبا بك حبيبتي. والله لا لا، الساده ديالنا الله يبارك فيك. مولاي تسلم وشبك. وهي اختي الحمد لله. تبارك الله على مريم. الله يحفظ مريم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك بزاف والله. ياك عمر مزيانة بنت. الحمد لله صافي مزيان. داز العمر بخير، كلشي خداز اللو، كلشي تبارك الله ما شاء الله. كل هذا زاد زوين. الناس برا وصل لهم داكشي ديالهم، وصل لهم وباقي الناس كيتواصلوا بالارساليات ديالهم. مازال كاين واقيلا كيوقع مشكل في الارساليات كيتعطلوا، خصوصا هاد لا بيريود هادي وقعوا فيها شي مشاكل حتى في الديوانه. وواحد الوقيته كانوا كاع البطوات قالوا لي راه ما كاينينش، تحبست لي الارساليات الاسبوع اللي داز عاد مشات. ولكن الارساليات الاولين الحمد لله راه المهم راك سمعتي الاوديوات ديال الناس ديال طلبوا عاودوا. راه تبارك الله راك سمعتي الناس. انا مريم طالبين 10 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ايوا الحمد لله. الحمد لله. يعني كانت اغلب الناس كان داكشي ايجابي. لا كان ايجابي، كان ايجابي ولا غادي كان كيدق هنا وتا ياخذ الاغلبيه اللي ديال المغرب اللي جاوا هنايا. وتبارك الله مريم تبارك الله، راه الناس تبارك الله ما شاء الله. يعني تحيه كبيره اليوم والله الا تحيه كبيره للناس اللي جاوا، يعني اللي شرفوا الطباخة امال وجاو عند الطباخة امال يعني وكبروا بها. كنبغي نوجه لهم التحيه وكنقول لهم الله يكبر بكم والله يخطيكم والله يحفظكم. ايوا دير حاجه مزيانه كتلقى الحمد لله. ماشي شوفي مريم، راه ماشي راه ما يمكنش غادي ترضي الناس كاملين يعني. ما يمكنش يعني. مهم الحمد لله. كانت انتقادات خفيفه زعما باش نكونوا صريح. يعني راه انا اللي وقفت عليهم على يدي، ولكن ملي كنفصلوا في الموضوع كتلقى ذوق، يعني كيكون واحد الذوق شويه ما تعجبوش هذا. ما ملي كتقول واحد الحاجه زربة شحال من واحد وواحد 120 شحال وصلنا شحال. تبارك الله اختي، راه مشات مضوب على اربعه المرات. تبارك الله على شي اربعه المرات. يعني ماشي سهل باش هاد الناس كلهم غيكومونديو ويجيو يعاودوا كومونديو 10 و20. صوري مريم، راه كيجيو ناس والله الا برجلتهم عيالات كيجيو من المحمديه، جاو من تمام وعاودوا جاو وخداو سلو ومشاو ودازت 3 ايام وكيعيطوا كيقولي انا مزوقه فك امل. انا مزوقه فك امل، خلينا انا جايه الغد الغد. راني عرفتي منين جايه؟ راني جايه من البلاصه الفلانيه. راني جايه. سمعت سمعت الزوديو. سمعت هذا الناس الحمد لله. كتبقى ديما شوف، حنا كنقولوا الذوق صعيب في الماكله، يعني ماشي كلشي غادي ترضيه. ديما كتبقى واحد الفئه تقدر يكون جاها في الشكل ولا جا مجهد. قلتي كاين اللي زاد الدقيق. جا كاين اللي جا كاين اللي جا مجهد، حيت انا كشتي مريم ما دايراش الدقيق بزاف. لا ما دايراش الفورس، ما دايراش الفورس بتاتا. كاين اللي ما غاديش تعجبها المذاق ديال القمح والفرينه، ما غاديش يعجبو. ولكن راه معظم الناس كاملين اللي داو بحكم ان بنادم كوموندا وعاود جا كوموندا. تحيه للرجال اللي جاو داو سلو ودازت 3 ايام 4 ايام وعاودوا عيطوا لي كيقول لي انا السيد الفلان فلاني راه جيت عندك راه تقديت. انا راه بغيت عاود ثاني. الله يجازيك بخير. الا ما بغيت راني بغيت القد والقد والقد والقد. يعني هذا دليل على اشنو؟ يعني الا ما عجبكش ما غاداش ترجعي. شوف 120 الا قالوا تبع على وجه مريم وتتبع 120 الاولى غتبقى تبع الثانيه والثالثه والرابعه. ما تبعش نقولوا والناس زايدون ما غاديش يحطوا ذوك الفلوس كاملين. لا ما يمكنش. انت راه كيذوق وكيمشي. كيذوق وما كتجي تقضي عندي كنعطيك كنقول لك ذوقي. الحمد لله. جو سيدات اللي كانوا مسافرين من ميريكان من هذا والله العظيم الى داقوا وداو الكونتي والحمد لله. بابهم داو الحمد لله. اي والله يكمل عليك بالخير. امين. الله يستر لك الامور. سعاده بخرجات من الخلعه. لا وعيتي تعب عيت عيت كنتي واقفه على داك الشيء. واقفه على داك الشيء وعطيت الطاقه، يعني عطيت واحد
واحد الجهد اللي عطيته شويه زايد يعني خاصك تمشي تقداي خاصك تجي توقف على كل شيء تدي الارساليه تمشي تجيبي الفلوس ماشي مشكل ماشي عرفتي الكتاب عامر شكون اللي مشى ليه وشكون اللي ما مشاش ليه هذه ما مشات وكنقول يا ربي ما تحشمني مع حتى شي واحد ايوا الحمد لله عند حسن الظن الجاني ايوا الحمد لله بقى شي واحد ما وصلاش لي غتلقى كومونتير لا انا سمعتي حتى اللي ما وصلاتوش راح الطريق جايه معايا لا كيتواصلوا معايا كنعيط للسيد ديال لاجونس والحمد لله كيكونوا ضروري لان كلشي حتى داز واحد لا بيريود اخرى ديال الزيت اللي تبارك الله صيفط فيها زيت كثيره البرة. اللي صيفطت فيها لبرا وكلشي تبارك الله توصل بالامانه ديالو وراه معظم الناس اللي كوموندوا عندي سلو هذا كان مشى ليهم الزيت ومشات ليهم العطريه مشاو ليهم الحوايج يعني عارفين تاقين فيه كيعرفوا الحمد لله يعطيك الرضا الله يستر لك الامور تبارك الله عليك تبارك الله عليك هذا الشيء كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم مريم الثقه غير حنا كنقولوا الثقه ديال الناس شي حاجه اللي هي كبيره غير هي كتبقى دائما واخا كتقدم حنا ديما كنقولوا تقدم واحد الشخص امنتي حيت كنعرفك راه ماشي دابا ديال عام ولا ديال عامين ولا ديال سنين هذه وتا هما راه عاشوا التجربه معاك من الاول وعارفينك حتى همايا ولكن اي واحد تنقدم تنقول لهم ذوق يعني شوف الحاجه ذوق عدي باش ما ربما ما يعجبكش انا كنقول انا كاين شي وحده اللي كتقول لي لا امال غير صوبي ليا كنقول ليها لا ذوقي الذوق ديالك في الشكل كل واحد وذوقه انا ذوقي ربما غيعجبني انا ما غيعجبكش انت ربما غيعجب هذه وما غيعجبش هذه اللهم الواحد يتو هذاك الشيء اللي كاين مختلفه والله يعطيك الصحه امين واش غديري لنا اليوم كاين شي فطور كاين شي اليوم دقه مريم دقه اليوم دقه انت حاله استثنائيه راه ما كاينش تندير جوج انت حاله استثنائيه حيت قبل وبعد ما شاء الله الله يحفظك الحمد لله الحمد لله انا بنتك مريم انت دابا بنت دقدق طيب كاين شي فطور انا دابا بنتك انا دابا خاصك حيت انت تبعتيني من الاول من كاين شي فطور سبحان الله شو الانسان كيفاش كي اللي كيبغي ينجح وكيحاول يطور راسو وتيخدم يعني من البغريرات سبحان الله ما شاء الله عليك الله ييسر لك الامر الله ييسر لك الامر شنو غادير لنا اليوم اي والله يرحمه ويسع عليه الله يرحمه مسكين الله يرحمه برحمته الواسعه والاياميه هذه شوف الدنيا راه دايزه راه حتى واحد ما غيبقاش تيكون كان واحد غيمشي واحد غير تقول علاش وهذا راه كلشي غادي مولاها نوبه راه ما عرفنا نوبه من شكون التالي وشكون جاي وشكون الواحد شوف يحسبها بهذه الطريقه هذه تيرتاح وكنا ان شاء الله نجمعوا تمايا دابا حنا هما راه مشاو راه العمل اللي داروا راه داروا شوفي حنا دابا اللي باقي واحلين هنايا ما عرفنا فين غاديين الله سبحانه وتعالى يرزقنا حسن الخاتمه على اخر اعمالنا خواتي الحمد لله الحمد لله والله يرحمه برحمته الواسعه والله يهون عليه يا رب والله ييسر لك الامور امين يا رب قلت غنديروا سيت كوم وغنديروا ويدير الله خير دير الله خير ولكن راكي قاده راكي قاده ما شاء الله ها كنتي قد المسؤوليه الحمد لله الحمد لله 120 قلت لي انا تنتي مشي تنتي وقفت عليها وسهرت عليها ويعني والحمد لله والحمد لله درا نجاح وجاو يعني تقديات اخرين يعني باش كتمشي وتجري وتقداي وتجي تحطي التقديه والتليفونات ما تتسقاش يعني تبارك الله صوت الدابيل ولا عندنا في الدار يعني ما شاء الله تحية كبيرة لهم كاملين العام الجاي دير لي اختي شركة ولا دير لنا شي حاجة ديال انت راه تبارك الله كتقدري تجري أي حاجة ان شاء الله سلو داك الشيء مقادم صوب يعني المرة الجاية دابا قلتي العام الجاي غادي تنظم داك الشيء ان شاء الله بإذن الله العام الجاي غيكون واحد التنظيم اللي غيكون خاص لا في الشباكية ولا في السلو ان شاء الله وغادي يكون حتى اللومبالاج ديالو ان شاء الله كلشي غادي سميت الطباخ عام حيت بعد النوبات حتى الارساليات حتى الارساليات بعد النوبات ما تيتكيسوش على داكشي اللي تنصيفط لهم يعني غير المره الجايه غتخدمي على هذا النهار العام الجاي باذن الله غتكون خدمه اكثر واكثر ان شاء الله باش ما حاجه ما ترول كلشي بشي هو هذا الشيء القهوه هو ان شاء الله واخلوا على هذه السيده ان شاء الله هذه لا ما دارت شي باتيسري ولا دارت شي محل ولا شي شركه ديال شي حاجه انت راه ديال هذا الشيء راه سبحان الله ربي غيسر لك ان شاء الله ويفتح عليك ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا ان شاء الله شكرتم لأزيدنكم انسان ديما معمر قلبك بالله الحمد لله ربي غيعطيك وخدم بدراعك صافي شمر على الدريات صافي اختي قفضي اليوم يلا اول يوم دابا طبخ عمل فيها لي نحنوها بشي فطور شوف انا دقدق بقيت كنفكر قلت لمريم انا ما في انا مع التخسيخه ديال هذاك الشيء ديال السلو والعيا والتعب والارهاق وانتم عارفيني كيفاش كنت يعني تعبت بزاف لاني وليت واحد الوقيته تنضخ وتنضخ
حتى الماكله ما بقاتش عندي. تصوري وليت كندير وجبه في النهار، يعني وجبه في النهار وكنضل نجري، كنضل نجري غادي جايو الارساليات، خاصني نمشي للغزاله، خاصني نمشي للبوسطه. وتحيه الناس ديال البوسطه اللي كيعاملوني احسن معامله ما شاء الله، وعطاوني الدفتر يعني حتى للدار باش كنعمر وكنقاد، وهذا يعني يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني الله يحفظهم حتى هما. المهم وما كناكلش يعني وتعب. دابا مريم ملي قلنا طقطق قلت لها مريم عرفتي اش غنديروا اختي؟ تعطيني السهله غادي ندير لك كسكسو. وفعلا انا مريم واحد القضيه حتى حتى الكسكسو اللي غنديروا ديال الفور وحده باش يشوفوا حتى المتتبعات ديالو. باقي ما عنديش انا ما عندكش فور وحده لان المتتبعات تبارك الله ديالي راه كلشي ولا كيدير كسكسو بفور وحده صافي سلام. يعني زر بنخف ما تقلل ما تشحرق. وانا ولاو كيقولوا لي ملكه الباناشيات، يعني اي وصفه تنديرها فيها الباناشي صافي، عندنا غير الباناشي خدام كلشي سهله كاينه سهله. وست مريم تتيات وهي فكتسويبقى هادي من هادي غندي لك داكشي ديال زر بنخف منلوي ومنطوي ومن صافي سلام الله. يلا نتوكل على الله ونيت غادي يجي لك سكتو مع المناسبه ديال ديال 27 ان شاء الله. وغنديروا الطقوس ديال 27 غتكون عاديه، اللي الطقوس عاديه اللي كنحتفل ماشي احتفال، غير بقات عاده وصافي ديال انك كديري كسكسو. انا حيت لا درت الكسكسو تنحطو في الفطور صافي، انا الكسكسو تنحطو في الفطور ما تنديرش معاه باش يتكل ليا الكسكسو. الا درت معاه شي تخربيق مثلا ما ياكلوش، راه ما تياكلوش تيبقى الكسكسو. اما ملي تناخذو دوك التميرات ومي وتنوضو نصلي وهذا، تنديرو وجبه وحده اللي هي كسكسو تبارك الله بالتفايه، يعني راه بلا ما تحتاجي تبقيت. يلا نتوكل على الله على بركه الله. يلا بسم الله تبارك الله على الطبخ. امان دابا طلعتنا الكوزينه بدا اختي فلا فلا فلا. دابا اليوم غنديرو كسكسو، دابا هذا ماشي مقر العمل، حنا غادي ناكلو دابا ما شاء الله. والكوزينه غزاله الله في النار، الخشب جا غزال ما شاء الله. هذا العود ديال الشينه مريم باقي ما كملتش واحد البلايصه هنايا، باقي ما كملهاش هي ولد خالتي شتيها. هذه سده جات فوق حاجه عليه باش نخرج السده لام فاصلها، خرجتها للكوزينه حادك تخزني شي حاجه تبغيت. تبارك الله عليك لا الكوزينه غزاله، الله يعطيك الصحه انتي وولادك الشي مقيدد. العقبه اللي عطيو لي لتحت ويت قادي ان شاء الله باذن الله. شوفي غير بشويه بشويه، شوف درجه بدرجه. شوفي مريم حتى واحد ما كيطلع حال، لا بشويه بشويه باش تحسيتي بالحلاوه. فين شوفي مريم كنا فين فين كنا وفين كنا الحمد لله. راه كي طلعتي كي كانت كل طرا سبحان الله سبحان الله. طلعتي لي راه كانت كي كانت كانت بحال هكا كانت شكون خسر الكوزينه اللي صورنا فيها المره الاولى. ما الكوزينه صغيره ولا ديك حتى هي تبارك الله سبحان الله سبحان الله. ربي راه تيسر ان شاء الله. شوفي كوني زوينه وقلبك زوين وربي غيسر صافي. بسم الله على بركه الله. غنشوفوا هذا الكسكسو فوره وحده. دابا غنشوفوا الكسكسو ديال فوره وحده ديال الطباخه امال. بسم الله قلتي يلاه دازت لك شي كوموند سبعه القصاري ياك؟ سبعه القصاري اللي دوزنا حبيبه ديالي. ولي الكسكسو عندك ديما طالب عليه؟ طالب عليه ديما طالب عليه. انا مثلا الكسكسو عندي مثلا وحلش فيه الله يجعلها ما تكون حتى 20 قصريه. صغيره بسم الله. هنا مريم درتي باللحم ياك؟ اللحم غنديروا اللحم ملفه ديما تنديروا لهم بالدجاج. اليوم غادي ندير لهم اللحم واخا. غادي نحتاجوا بسم الله العطريه، كنحتاجوا السمن، هذا السمن ديال حسنة. هذا السمن داس مع حلقه حسنة ديال تبارك الله ما شاء الله. انت يا مريم لا غزال تبارك الله لا زوين تبارك الله، بقى واحد الاقبال تبارك الله. المهم غنحتاجوا السمن، غنحتاجوا البزار، السكينجبير، القزبر اليابس اللي ضروري في الوصفات ديالي. ديري المقادير وفي نفس الطريقه باش يشوفوا. هما عارف انا حاطاه اليوم واللي باقي ما شافش الفيديو. انا راه كنكتب القزبر، قزبر يابس هذاك. غنحتاج الخرقوم بلدي، خرقوم بلدي معلقه ونص. هادي دابا قصريه نقولوا ديال هادي قصريه كيلو ديال كيلو تسميد اللي ما غنسقيش هادي غادي نعود فيها. بسم الله غادي نحتاجوا واحد معلقه صغيره مع مراش ديال سيدي سوق عقله. كتجي واعره. ضروري غنحتاجوا الابزار واحد معلقه كبيره مع مراش. ياك غادي نحتاجوا واحد المعلقه حتى هي ديال السكنجبير. السكنجبير صافي القرفه ما غاديش نديرها لان غنديرها في التفايه. غنحتاجنا الزعفران صغبه ديال التلاوين. ديال التلاوين تبارك الله مزيان. هذا جبت لي واحد السيده كيديروا هذا المنتوج كيصاوبوه في البلاد ديالهم. زعفران حر ضروري. شي ضروري شويه الزعفران الحر. غادي نحتاجوا واحد الضويمه اللي ما بغاش انا ما يديرهاش. ما يديرهاش اللي ما بغاش ايفيتا ما يديرهاش اول مره. صافي اختي انا غادي نشعل البوطه. وكما هو معلوم سيده امال راه ما كتسحرش. لا لا غادي ندير الماء
ما غاديش نشحر غادي ندير الماء ديال السرعه في الانجاز. لا لا ضروري جربها نخفف الدقيقه 90 ما بقاش كيوحلو في الكسكسو مريم والله ما بقاو كيوحلو في الكسكسو. دابا غندير الكسكسو يفور كلشي سالينا صافي نضيعو دابا ندير واحد الباناشي واحنا راه مقبله وحنا جالسين كنقول لها نصبوا كتقول لي باقي الحال غندير الملحه وغادي ندير مزيج ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه واخا تخلطي بيناتهم بجوج. الملحه دائما كنديروا الملحه الكافيه اللي غتبنى لينا هذاك اللحم باش ما نبقاوش نزيدوا الملح. ياك من الاول لان الملحه هي اللي كتلعب دور في ما نقلي ما نشحر. فهمتي نقلي ما نشحر. وغادي نديروا الزيت البلديه. هنا كاينه الزيت الرومي والزيت البلديه مزيج. مريم عرفتي ملي كتخلطي وتتشمي كتشمي ريحه زيت العود يعني حيت مجهد. لا عرفتي علاش؟ لان حتى الناس اللي كيبغيو يديروا الدغل في الزيت وهذا عرفتي كيديروا داك نص نص كيبان لك راه زيت العود. زيت العود راه النص زيت البلديه والنص زيت الرومي. انتي كتخلطي باش تخدمي به شحال في القياس ديال تقريبا واحد الكاس كاس عنبه باش يجي معلك ويجي خاطر. صافي وغادي نمشي للباناشي غادي نغطي الرومه ديالي ترجد الباناشي. غادي نمشي هنا غادي نحتاج واحد بصله ونص ياك واحد المايطيشات. هنا تفايه مريم انا كندير فيها مطيشه تفايا. قلتي ملي قلت لك راه درنا قلتي لي ما بيناش وبنين بنين ما بيناش. انا كندير تفايا كديري فيها مطيشه ولكن ماشي هنا فهنا كنديرها في النصيب كنديرها في النصيب. غادي نديرها دابا مع القرعه واخا غادي ندير البصله والمطيشه والقرعه غادي نميلونجي كلشي بالبناشي وغادي نكبو في البرمه ونمشي نرد الكسكسو. حلا معاك يلا غادي نجبدو الماكينه. اي جاب الله كي جاك داكشي زين 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 هادي راه لا ماركه هادي ديال الانجليز الكاليتي. والله الا نيت عندي وحده ما تطحنش ليا. يلا قلتيها لي. والله عندي الواشور وعندي وحده ولكن كتخلي لي الطروفه ديال التفاح كتخلي لي. لا لا دابا تخلي لك واهله ان شاء الله. جا والله انت اختي تبارك الله اختي ما تطحنش فيها تاع هاد الصغير. تبارك الله ايوه فيها الراس هذا ها هو هذيك العطريه الخفيفه فهمتي. والله انا باغي صبر يابس بزار طحنوا حتى انا كنطحن فيهم بزار صبر يابس. والله تبارك الله ايوا يعطيهم شي خير. امين يعطيهم الخير اختي تبارك الله عليهم وشكرا اللي مرضوا لهم بساعة الخير. ان شاء الله ان شاء الله شي قصريه ديال الكسكسو ان شاء الله ان شاء الله وجاك مع الكوزينه داك الشيء هو هذاك اختي اختي تبارك الله. اليوم نجمعوا هاد الشيء دونكو سامطونا هادي مسكينة الله عارفة ملي كان هادي هادي هي من المتتبعات ما شاء الله عليهم ما شاء الله. دابا عرفات عندك المعلم لا كانوا مساكن ملي كان توفى عبد الكريم الله يرحمه كانوا مساكن جاو بزاف ديال هذا وعيطات لي مسكينه واحد المتتبعه وقالت لي انت اختي راه قالت لي انا بغيت ندير لك مساعده قالت لي يعني باش تكوني مسؤوله على الخدمه وعلى ربعه ديال الايتام وعلى هذا قالت لي الحمل ثقيل ماشي سهل. قلت لها انا المساعده ما يمكنش غادي تقدري على مثلا اللي عطيتيها اللي عطيتيها راه ما بقوش يقنعوا وهي تقول لي عرفتي اش غديري انا غادي نصيفط لك واحد البركه غتاخذي بها ماكينه تكون زوينه وغتبقى صدقه جاريه. وعرفتي ما نقولش لك مريم كتنفعك شوفي الميه انت شوفي الميه. لا كتنفعك وكتخدمي حتى انت هي كتخدمي ضروري مزيان كاين اللي كيعكز عليها. لا مريم لا واخا بيني وبينك شويه هذا ولكن راه الميعنات مريم كترجع وكيشعلوا كيشعلوا. دابا انت عيانه غتخي وقفه تما تغسلي كتستفيهم وتمشي بحالك البلاستيك مريم شوفي لازم ندير فيها البلاستيك تندير فيها كلشي. لا كلشي ايوا بالصحه والراحه بسم الله. العجيب باناشي ديال الكسكسو كاينه الباناشيات لا الحوت الرفيصه كلشي اللي بغى البلو الخاطر وبنين ضروري الباناشي. هنا عندك بصله وناس مطيشه شحال من وحده كديري صغيورين هادو قولي بحال جوجات يديروا جوجات حيت صغيورين مع مطيشه ولا مع مطيشه تكيسوا عليها ياك تكيسوا اختي تكيسوا يا مطيشه ويا الفلفله اللي ولات ب 40 هذيك الفلفله ما فهمتش مالها انا والله ما عرفتش مالها بقى فيها الحال شافت المطيشه غاليه هو هو تما جهدت لينا على على مطيشه ما طلعش شي شويه انا ما فكرتش خبات داك الناس بنتي تخرج قالت لي امي راه مطيشه راه هذاك الفلفله ب 20 درهم قلت لها ويلي قالت لي والله لا 20 درهم
بزاف بزاف. شويه ما عرفتش. عيطاتي علاش؟ حيت كدار في الملح بزاف. هي حيت كنخدموا بها الملح. حيت بيني وبينك حيت هي كتصرع الموالح. عال كانوا حاصلين عندي في الفليت قبل ما نتقدى. درت اليوم النهار الاول درت لي كل نهار اش كندير؟ كنكون عندي اليوم ديال الكافي حاجه. النهار الاول درت لي واحد الكيكه تكتوكه. دابا ما تصلحش ما بقيتها ما بغيناهاش. مع التكتوكه ولات بحال بسطيله. هذه ما هي بحال كتخدم اختي. اييه بحال هاكم دوره هاكا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. دابا غادي نبداو هنايا. بسم الله. اصل الخايبه خير. كيفاش العروسه؟ الثاني اختي العروسه على الزينات يا اختي. مسريره العروس طالع السر طالع السر. انت اختي تبارك الله. وغادي نديرو فيها ثاني العصير. غندير فيها العصير ديال الحامض وديال الخبز ومسلوق والبنان والفريز والتفاح والليمون ان شاء الله. وغادي صافي. دابا البناشي غديريه في ان شاء الله. انا غادي ندير نصو وغادي نخلي نصو حتى النار. ما كديريش كامل. وغادي نجبد بطبيعة الحال. صافي دابا درتي النص خليتي. ياك دابا غدوزي ندير سميتو الكسكسو يفور. ان شاء الله غادي ندير ليه واحد 40 دقيقه ما كاملش. فوره وحده صافي. هادشي كيطيب و كيطيب وانت غاده. صافي ان شاء الله. دابا شنو غنديروا الطبخه ديالنا؟ التفايه. التفايه التفايه غنديروا بسيليسا. عرفتو ديرها فاش ما درتوها؟ خطيره خطيره. وانا تم الحراره كنديرها حتى انا كنديرها والله حتى كنديرها. انت راه كتقول كتشبعني. ونصيبك راه داك السكسو ونصيبي الباناشي دائما. شوفي وجربوها الناس وقال لك والله العظيم ماشي مذاق خطير. لا لا هي واعره صراحه. كنديروا القرفه مريم. قريفه كتبدايها من الاول انت كلشي. وكنزيد شويه من الاخر. نعرفها. كنزيدوا شويه ديال الزهر واحد القزبري بسلي ضروري. صحي وبنين بجوج. بنين 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 مالي. كنديرو سكين كبير شويه الخرقوم بيدي بصله ما يهوروش يديهم في العطريه. كتنزل شي اللي كدار به. لا راسك مع القرص مع القرص مع ما يهوروش العطريه حيت الا كثروا ما فيها والو. هي ما كفاها لا مريقه لا. صافي وغنديرو شويه ديال السمن. شويه ديال السمينه. صافي واحد الزعفران ضروري. اللي بغا يديرو في الاخر راه يديرو في الاخر ولا في الاول وفي الاخر. ديرو طقه وحده. وهنا واحد الضويمه اللي نص اللي بغا يدير. مليحه من طبيعه الحال. الملح ديما باليد ياك. باش تحسي بها. كتحسي اشنو درتي. والزيت البلديه والرومية. هنيتي بهذيك الخلطه مخلطه داكشي تما ياك. ودابا على بركه الله غادي ندير واحد الميلونج بحال هكا كنلبسها كامله. صافي غادي ديريها طيب. يزيدوا لها الماء؟ لا ما بلاش. ياك ومطيشه انت كديريها؟ مطيشه فاش هنا لا ما تديرهاش. واش قلتيها كندير التفايا؟ كندير مطيشه في البلول. صحابي كتقصدي لي كديري في التفايا. لا تنديرها في البلول. ديريها في الكوكر باش تسربي. طيح بالزربه. دابا مع طباخ امل عيان هاد الايام ما مسالياش. لا كلشي ديال الزرب الخفاف. هادشي الله يعطيك الصحه. نجيبو غير ينقصوا البوطا هي دغيا كطيح. دابا مريم غادي نديرو السميده. مرحبا. هنا عندنا السميده مويان. غندير لهم السميده العاديه بكاس ديال العنبه. يدورو بحال هكا يغربلو يروحو فور ساعة المكانة. هادي اصلا ملي غادي ندير لها دابا هاد الخدمه قدامك غتصاحبيها انت فايره. غتشوفيها فايره بحال نفس الطريقه اللي كنا درنا في السفره. انا غنخوي دابا اطر ولا ربع تقريبا ديال الماء. كيلو ديال الكسكسو غدير ليه اطر ولا ربع. اطر ولا ربع يعني هادي راه ماشي سميده راه كسكسو ردو الباك. كسكسو ماشي سميده ديال الباكيه. ولا راه كيتباع حتى في العبارة. تقول لي كسكسو غير ما تقولش ليه السميده. لا يمشيو السميده يديروا لها بحال لا 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 لا. صافي غادي نخليه يشرب. صافي
ساعات هو غادي يشرب واحد شويه عاد نكملوا ان شاء الله. ان شاء الله نحلوا اليديه ونديروه الفور واخا صافي بما غلات لينا البرمه واخا ان شاء الله. وغادي انا درت هنا خيزو تسلق مريم ها وشفي ها درت خيزونا انا شعلنا على التفايه. شعلنا على التفايه ها البرمه هي تاهي تاهي راه كنصور لك. طيب هنايا درنا خيزو ونديرو واحد البيضه تيتسلقو. هادشي الفطور هذا غادي نبيع عصير غنديرو عصير ديال الخيزو. تبارك الله عليك محمد مع تبارك الله عليك مقطع ديال داكشي اللي فيه مقطع الحامض هذا البنان وطايطات الفريز. دابا البنان والفريز ولا رخيص على مطيشه ولا وليتي دير العطر هذا حسن. والله الا هو بيني وبينك اللهم اللي الصلاه حسن والله الا بيني وبينك اللهم دابا الحريره انا ولات والله ندوروا الحريره بالبنان والفريز حتى ما فهمتيش الحمد لله موصول جوبو حتى ما تعرفي غادي يطلع نحمضوها بالليمون. شوفي نحمضوها بالليمون في بلاصه مطيشه غنديروا الليمون حامض الحامض والبنان كيختر كيختر جات زوينه هذه الليمون والحامض غنعطيو الحمض صافي والختوريه في بلاصه مطيشه شتي الوسطات قال لك راه بكا كيطلع سيري اختي جربي يلاه انت راه الله البنان تيختر كيختر جات كيعطي واحد الشواعر تمشي بعيد بهاد الوصفه هادي ويلا نمشي للميريكان. ايوا ما شاء الله عليك. الحمد لله. صافي دابا. صافي هذا دابا غنتسنى بالسميدان. يلاه كنشرب هذا الشيء. هذا الشيء. لا ما يخافوا من يقولوا لي غادي تعجن ولا عندي شيء. لا لا. مازال غادي تشرب. دغيا. غادي يديرها المويه هنا ماشي رقيقه. المويه. كيبغي يدير رقيقه يديرها بنفس الطريقه. اها. حتى رقيقه بنفس الطريقه. اللي كيبغي كسكسو رقيق. رقيق كاين اللي كيبغي منين. كيبغي رقيق بزاف هكا بنفس الطريقه. غادي ندير لكم المويه و الاخر ان شاء الله غندير لهم بالكوكش بالغليظ ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ندير لهم بالكوكش. صافي دابا اش غنديروا طبخاتونا غادي نديروا خيزو حيت اللحم صغير دغيا كيطيب دغيا كيطيب شتي شتي بدا داخل الطياب شتي دغيا كيطيب غادي نخليه ترمي مع القرعه مع القرعه انا غادي ندير خيزو والقرعه بلا كلشي باش ما نكثرش هذيك قوه حطي هذه المواعن معناتها اللهم نقص عليك المواعن. لا هي يعطيك الصحه صافي غتحيدي الخيزو ان شاء الله. وهنا غتحطي دابا الفوره ديالك ياك. غندير الفوره صافي دابا زدتي مرقتي شويه ياك. زدت مرقت هادو باقي نسيتو بعد قطعي باش نوريكم كيفاش كان وي تاع الكواليس. صافي زدتي مرقتي وزدتي الخيزو صافي دابا ان شاء الله غادي نديرو كسكسونا فوق بسم الله. يعني كيبقى حتى كيشرب داك الماء. انا ما تندهنو شوفي مريم انا ما تندهنو ما تندير ليه ما دهنتي لا بزيت لا والو لا تاكي فور وملي كان هذا في الاخر عاد كندير ليه زويت عادي بسم الله. شتي مريم بحال فاير شتي انت كيلو درتي ليه ايترو ولا ربعه ايترو ولا بحال فاير يعني شربها كامله صافي غيفور 40 دقيقه بحال هكا 40 35 دقيقه الوقت اللي غادي الاخر الاخر لا الاخر هذاك السميده كندير له ساعه اها كندير له ساعه هذا صافي غيطيب مع اللحم والكماله غتجي شي ديال الدقيقه 90 الله تبارك الله عليك. صافي دابا حيتيها من الكوكوط ياك ورديتيها انا باش درتها هنا فتحه باش دغيا حيت هي دابا من هنا ملي غندير دابا السنيده دغيا غتوقف ملي غتوقف ليا غادي ان شاء الله ندير الحمص غادي ندير الزبيب. صافي واخا على خير ان شاء الله. شحال كتحليها؟ حنا كنبغيو شويه تفاعل حلوه اللي بغا يدير العسيله راه حتى العسيله كتجي زوينه تقريبا. نقول يا جو صافي ما شحال ديري قلتي بويا كنبغي حلوه صحاب لي غتكبي بزاف يا تبدا تزيد صافي ثلاثه راه مزيانه معقوله فهاد الكميه. انا شحال ديال البصله تقريبا دايره شي 3 كيلو 3 كيلو وا 3 كيلو درت منها خديتي منها خديت منها هنايا 3 كيلو اختي راه كتمشي عرفتي ملي كانوا عندي البساطه لا مريم هذوك 10 البساطه 100 كيلو ديال البصله تبارك الله 100 كيلو ديال البصله دارتها بلا بيض بالجوع مويون وجوع عامرين وجوع 100 كيلو ديال البصله الله يعطيك الصحه هذه اللي كتفاص ما كتبقاش صافي. وهنا دابا غادي نقن هذا وعاد غنزيد قريفه ضروري زبيب
وزبيته بلديه ساتو هذاك الشيء اللي كاين باقي اللي كيفور يلا دابا غادي طلعنا الفطور اها ملي قرب عاد غديري هذا ملي غنحيد هذا غادي نرمي القرعه وهذه حتى هي غتخليها غادي نزيدها مع القرعه مع القرعه وغادي ندير واحد الفليفلات حار كتفايه لا ضروري نزيد هذه خصها ضروري لان ما كانتش هذه في الكسكسو ياك كتب ضروري كيبان لي الكسكسو ناقص ناقص لا هي المنظر حتى هي وغادي نزيد والعري باقي ان شاء الله بوحدو هذا صافي قزبر بوحدو هذا صافي الله يسر الامور الله يسر الامور غندير دابا واحد البيضات يتسلقوا واخا مشيت تزوقي التفايه نزوق التفايه غادي نحط غنزوق بها واخا نحطوا اللي بغا بدا يهزها واخا باش ما نتعداوش عليهم حيت واحد الواحد غايقول لي ما هاكي اليوم انت تعديت علينا ديال دابا نكسكسو بزاف ما تيبغيش كسكسو في الفطور ولكن انا واخا كوك ولفت حتى في الايام هذا بلا 27 كيعجبني ندير كسكسو نهار الجمعه نهار الجمعه كيعجبني نخلي هذيك الحلاوه ديال الكسكسو فيها من حتى تبدلي حتى شويه ديال هذاك فعلا المائده اللي كتكون يعني فيها الغرائب والعجائب داكشي اللي ما عندهاش معاه والله الا داكشي راك عارف شكيل العكيل كاينش والو عرفتي مريم باش ما نديرش لهم عرفتي المسمى المعمر درت لهم البطبوط نهار الاول درت لهم كل البطبوطه بالرويه باش ما تلقيش لعبي بالشحمه وبالقناه ديال الصحراوه درت لهم كثير الغد درت لهم عجنه ديال البيتزا ثاني كثيره باش ما نبقاوش حيت عرفتي ولات واحد اللي كتمشي تجيب البيتزا ما كاينش كلشي منقارض كلشي النهار الثالث جبت لهم الكفته ودرت الخضره باش ما نديرش المسمى مع عيانه ودرت جبت الورقه عمرت لهم الورقه درتها مربعات بحال المسمن ودرتها لهم وطيبتها وحطيتها لهم باش هكا كتقدري هما هادشي اللي باغي باغي المالح الا درتي الطاجين يخليو الكوار راسك درنا الكوار درنا البارح حجر مروان قال قلا قال لي ماما ما بغينا والو بغينا على القليان تصوري قلا السردين اي قلا الفريت ودرنا ثاني طاجين كفته غير بالزيتون المسلله ولاصوص والحامض والفلفل والله يتبقى هكا داك الطاجين دابا وليدي مالنا على هادشي كي صافي كي شي تخرجتي انا ما الميزانيه الاخر ما يدويش كاين القليان في الفطور لا صعيب الانسان يتفادى القليان ما امكن كيبغي لا يدير في الفران ما يقليش في الزيت معيت معاه وكاين بغي ندير ليه خاطر وكيطيب راسو هادشي كله تيديرو راسو حيدي الزيت ما لقى فينا خلي يلا ما نوض فيا لا حيدي الزيت حيت صايب عيسان صايم نهار كامل ويفطر بالزيوتات شي اللي ما يبداش كتاخذ ما تبارك الله عليك مازال ملي ندبروا على قصه والله يديهم صافي حنا واقفين على قبل وما هذاك الشيء اللي كاين هو بصحتهم شوفي ماشي الخواطر المصلحه المرضى ثاني ميسان باقي صغير لا هو جاني وكان مريم وطبخ اي والله وكان وجا طبخ والله يحفظه الله يحفظه الله يخليه لي الله يخليه لي صافي دابا غادي تحيديه ياك ان شاء الله دائما كنديروا السربيته باش كيبقى هذاك الباخ كتشربوا السربيته وكيطيب لينا داك الشيء دغيا الشيء ملي كيدير من الجناب كيرجع عليه الشيء كيبان لك راه طايب من الجناب شتي كيبان لك الكسكسو طايب من الجناب صافي غادي نحيد ان شاء الله الكسكس وغادي نخوي مباشره غادي ندير تقريبا واحد ايطر ولا روتيني ديال الماء صافي وغادي نغطي واحد جوج دقائق يترولا في الاول وعلى الترولا الثاني غتخليه هنايا في ديالو غتخليه فيها جوج دقائق غادي نخليه واحد جوج دقائق كيشرب هانتي الماء شحال تكمل يعني داك الماء كله كيشربو الكسكسو كتحيدي هذاك الماء اللي شاط تما صافي حيت هو صافي شرب هذاك الماء وكنخليه واحد جوج دقائق كنخليه واحد جوج دقائق وكديان نبردو وندير ليه مليحه وزويته بلديه صافي بقى وغادي نبردو حتى يشرب مزيان بما طابت ليا القرعه انا غادي ديري دابا القرعه غيبقى غادي تسخني ديك الساعه تبايا راه غاده تبارك الله راه غاده بس كتشد في الدويين باقي كاع ما تحتها القرفه احسن حاجه هي التحرك ديال كنقولي من بعد طولي عيني وهي حلمت بديك التحرك صافي وغادي الباقه قزبر ديالنا وغادي نديرو هاد نزيد هاد الساهمة وغنزيد البناشي مكنديريش كلو انتي في الاول مشكل قيمة الختوية صافي وغادي نغطي ليه بما طابت لينا القرعة دخل لينا غير في الطين صافي وغندير الكسكسو يفور وغادي نسديو الكسكسو ديالنا صافي صافي غنزيدو عليه واحد شوية ديال السمن صافي ونسديو ان شاء الله هادي جاية في الطريق جاية بقات تطلق زيتها عادي عرفوا التفايه راه بان راه التفايه
الزبيب ما غديريش دابا؟ لا غادي نديرو مع الحمص. غادي نديرو واحد شويه وغادي ندير الحمص حيت الحمص طايب. حيت انا كتعجبني ما تتعجبنيش التفايه ديال الكسكسو كيعجبني يكون مخلط معاه الحمص. لا حتى انا كنخلط معاه ياك. انا حيت كنشوف شي ناس كيديروا غير التفايه بوحدها تجي طيبوا الحمص في البرمه ما تتعجبنيش. انا تيعجبني الحمص يكون نص التفايه. انا مني حتى عند الطباخه السعوديه العلوي من تما وانا كنديرها حتى هي كدير الحمص معاها. هذه هي التفايه ديالنا. الا ما كانتش هكا ما تتعجبنيش. ما عرفت انا هكا انا كتجي ثقيله زوينه تجي. صافي غادي ديري السبيد صافي هي قريبه توجد. وغادي نزيد واحد الشويه الحمص توقف وتزيدي الحمص. ما كديريش فيها انت مسكه حره. ما كنديرهاش هو صافي. ملي بغى يديرها يديرها كيبغي يديرها يديرها حتى هي تعطي واحد الدوبوز وكتزيد توقف حتى هي. الا بغيتي تزربي توقفيها ديري المسكه الحره. ديري المسكه الحره غير ما تكثروش باش ما تمررش. غادي نزيد شويه القرفه ديك القرفه العجيبه هذه هي ديال التفايه مريم وديال القرفه اللي كنا جدات تبارك الله اللي كنا صورنا تبارك الله بزاف الناس اللي داروها وقال لك الله يرحم لك الوالدين قال لك اول مره تنجربوها وعجبتنا بزاف. اي والله يعطيك الصحه امين. صافي دابا من بعد كت تحلي تشوفي لا خاصو صافي خمشو زويته صافي دابا شتي طايب واللي بغى يسقينيش هذا راه يسقي هو اصلا راه فورتو يعني كتشوفي بحال كد قولي راه معجن ولكن ملي كتشوفي كتحل مازال غادي يشرب. وعاد غنديرو ليه مليحه وغنديرو ليه زويته بلديه. زويته بلديه. صافي دابا شنو غادي ديري لنا؟ غادي نديرو اختي العصير العجيب ديال داكشي ديال الباناشي. باناشي تا كلشي باناشي. دابا كتاخدي الفواكه ملي تيكونو رخاص تكون لا لا اختي خديتها اختي عيون البارح اختي. وعلاش كديريها في كونجلي؟ ودرت اختي باش ما نبقاش كل نهار قرديه هذا وهذا. كتجمعي كلشي بحال هكا باش تجيني مزيانه. مزيانه باش تجيني مزيانه صافي. كتقاده كناخذها وكنديرها بحال هكا باش تجيني مزيانه. البنان وهذا الليمون دواور صافي والتفاح حتى هو بقشورو والحامض كندير واحد الطريفات ديال الحامض كيعجبني داك الحامض. لا لا تيعجبني غير الماكينه ما يديروش لها طروفه كبار باش نتابعو لها وصافي. لا هانت الحمد لله طيفه صغار بلاتي نوريك تحتي. لا لا مشا شفتو هانت بحال هكا طيفه تنتشر. طيفه بحال هكا صافي. و شنو عندك هنايا؟ عندي خيزو مسلوق. الماء ديال الخيزو هو اللي درتي به هكا صافي. الخيزو ولكن غنزيد شويه الماء صافي واخا ضروري غنزيد. غطحني كلشي بلا سكر بلا والو. لا ضروري شويه ضروري شويه السكر الدراري. الدراري الدراري اختي وليدي تراكي عارفه. نعم دابا يعرفوا زعما ما حدوش. هذه خاصني نعرف لها العيبه ديالها. غتزير غتزير مزيان صافي. هاي طرق ياك انت مريم اللي طيبه التفاح. اي وانا كندير لك في البنه هنايا. البنه ما تجي واعره. انا كنرش في البنه. رشي اختي رشي. انت تعجبني نحرك التفاح. صافي دابا شويه تكذبي عليهم راه فيه السكر. ما كنكذبوش فيه السكر. فيه السكر قايله قلت لهم راه فيه السكر. لا فيه هو يغيق هو يقول لك مسوس. جاك داكشي الله يعطيك الصحه اختي. ام الفل كيبقاو لي اختي الطريفات ديال التفاح. التفاح اختي ممكن ديري ليا كله في قلبي. يا سلام اختي انا اختي انا حبيبتي شتي. اش طروفه؟ لا ما كاينش طروفه بتاتا. صح العافيه. انت عارفاني اللي كاينه 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 ما كايناش. صافي على حنا نجيب لك شي حاجه تزيد فرحينا. شوفي كاينه زوينه زوينه ما زوينهش زوينه. صافي سير على الله نزيدو التفاح. وتسع عليك كل خير. الله يحفظك يا مريم الله يحفظكم في حياتكم والله. جي تصور معايا وشي بان لي كادو اختي. مالك اختي مالك مالك تستاهلي كل خير. جي تصور معايا وشي بان لي اختي جاية تفيني مسكينه معايا وتحط لي. وماشي انا وماشي انا مولات الكادو. وهي زعما تبارك الله. لكن يود هما الله يحفظها بغاو يعطيو جوائز للسيدات اللي مشاركين معايا. قلت لهم مرحبا. الله يكثر خيرهم اختي. داك الشيء اللي كاين. ولكن وانت وشكون اللي جابها لي دابا؟ الحمد لله. هما مساكن داروا هذا وانت وصلتي الحمد لله. الحمد لله الله ييسر لكل واحد. الله ييسر لكل واحد. صافي دابا ياك نزيدو شويه زيت البلديه هي قريبه ان شاء الله باش تجي مدهبه لينا شويه. اصلا ديك الزيت البلديه كتعطيها غير واحد المذاق زوينه. صافي والحمص ياك. غادي نزيد الحمص.
صافي كتزيدي دابا الحمص وغتخليها توقف. كنتي زاكي يعني مع الحمص كيجي داك الشيء كثير كتكثر كتكثر حيت ملي كديري التفيه بوحدها اختي كيقول لك راه ما كتبانش. تبارك الله على الطباخة ديالنا. الله يبارك فيك الحبيبة ديالي. كسكسو دقيقة 90 دقيقة مع الطباخة أمل. ياه الحبيبة ديالي. تزيد ما بقاش. ما بقاش ما بقاش. حتى لا زيد. عرفتي داك الشورت شحال طلع تبارك الله. تبارك الله. ماشي الفيديو هذاك القصير اللي درنا ديال. أو أو تبارك الله. ما شاء الله. الحمد لله. بسم الله. السمن كتخلي حتى الأخر وكتزيد. كنديرو في الأول وكندير في الأخر ضروري. بارك الله عليك يعطيك الصحه يا ربي. واخا كاين داك الكسكسو ما كيتفاهموش عليه كاين اللي كيديروا فرن داك اللي ما كيديروش. لا ما ضروري حنا كل واحد و... ضروري مريم كنديروا كديري واش غير اللي تبع سين ولا دائما؟ لا كل تقريبا جمعه. اه كل جمعه كديري. اه وقولي كديري اللي الدراري ما كيبغيوش. ما كيبغوش ولكن كنبغي نعيط على الحباب. اه كن... اه كديري لهم كتجيب عند نوبات مارت لوسي وليداتها فهمتي يعني كيبغي هو الجماعه. وي ها اي والله يسر الام. واخ ياك قصريتي قصريتي اختي 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 بغيتي تعوجي لي انا وتعز عليك تباهي اختي. انا عاد ما كنديرش كسكسو في رمضان سبحان الله العظيم. ما كيبغيوش الدريه صراحه. بدرها لي انايا واكشي دابا واكشي دابا مروان ملي طلعش قال لك عطيني اش قال لي؟ موتزاريلا واش قال لك كيصاوب في البيتزا بيتزا وكل الفريت. قاعدين دابا هما عندك تيطيبوا راسهم صافي بلا ما تبقاي تصدع عليهم راسهم. واش غادي دير؟ ايوا معليش معليش. الكسكسو صح اي هذا ياكلو في العشاء؟ لا ياكلو ضروري. في العشاء في السحور غيبان لهم غياكلو. بسم الله. انت ما كتجيش باينه مطيشه. اه شتي ما كتجيش باينه مطيشه اللي لهذا للتذكير بان التفايه راه ماشي كنديروا البصله المطيشه تنديروها في البصله. لا في المرقه. في المرقه كنديروها في المرق. يا نفانا ضخمي ضخمي انا خصي كلشي على الضخامه. واش التفايه ملي كيدار لها الحمص تبارك الله كتبان زاكي وكتبان زوينه. انا ماما كيعجبها حتى هي الحمص يكون في البلول. كتقدري كاع ديريه في البلول وديريه في ديريه في البلول وديريه في الصفقه ولا كاين تفايه كتجي هكا زاكي المهم كتبقى شوف كله كتبقى شوفي الطياب المريض كاين تفاوض واختلاف باقي تنعاودوها وتنقولوها. واحد يجرب وداك الشيء اللي يرتاح فيه هو اللي غادي يديرو. لا والله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. دير لنا الزواق دابا. ايوا ضروري واحد ايوا البيضات زوينين يا اختي اختي بزاف يا اختي قال لك الفطور اسمع لي الفطور اسمع لي من هذاك الشيك تبعي اش هذا الدكتور فايد هذا هو اللي غيقول لك احسن فطور من اليوتيوب كامل ياك تيقول لهم وجبه واحده ياك انت هو وجبه واحده المشكله داك بيني وبينك بيني وبينك مريم راه بيني وبينك راه عنده الحق لان التخلاط صعيب والله العظيم ملي تناكلوا حاجه وحده كتشبع على فعلا العين كتبقى تحير صافي والله صافي غنزيدو شويه البلول البليدات شويه في الجناب وصافي اللي بغى انه هو صافي مسكي ايوا تبارك الله على الطبخه ديالنا. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. فطور سهل هذا سهل والله اختي لا سهل دقيقة 90 دقيقة 90 بقينا جالسين شتي شحال حنا جالسين تا ادى العصر وعاد وعاود وعاد دخلنا الكوزين ودابا راه باقي المغرب وقاضي الغرض ايوا الحمد لله داكشي اللي كاين هو الكسكسو انا عندي سبحان الله يعني ما بقاش انا كاع كيغلب لك صافي واحد بقوت قلع اكثر كموت كديرها وقلع الكسكسو ياك ولا رفيسه رفيسه دجاج محمر
تا هو راه خصك الدوخه الدجاج محمر ديالها شي حاجه تبارك الله مضغمر يعني تبارك الله راك شتي كلشي ان شاء الله تبارك الله عليك الله يبارك فيك يعطيك صحتك الله يخلي لك وليداتك ما شاء الله تشوفهم كيف تمنيتي امين الله يمسرك على معادك والله يوفقك والله يسر لك في الامور يا امين امين كيف ما كتوقفي مع الناس وكتساندي الناس وكتساعدي الناس يعني كنقول لك مريم سخرك الله سبحانه وتعالى الحمد لله الناس الدراويش الناس اللي سبحان الله يعني الله يفتح عليك الله يفتح عليك والله يستر لك العام الجاي ان شاء الله المهم شي حاجه فوت اكثر من هادشي ياك نتلاقاو ان شاء الله باذن الله شي بروجي شي حاجه ياك المهم هي تبارك الله امل انا اش كتعجبيني مجتهده ماشي كنا عليك يبقى مكانه كتراوح انسان داز لواحد المرحله صافي نقص المرحله اخرى نطور من راسي لا في مدارس كندور معاه دابا انا مخيضه من شحال هادي فيما دارت تنظر وتا الرزق اللي جاني نعرف كيفاش نستغله ما نبقاش غير نلوح هنا نلوح هنا صافي واحد هذا بحال راس مال عندي باش نقدر نبدا به شي حاجه اخرى ها نطور ما نبقاش صافي داكشي اللي عندي وانا عام جاي واجي وخذ وسلو لا لا نطور انا ونلقى راسي عاوتاني درت شي حاجه اخرى ان شاء الله وغتكون شي حلوه العيد نشوف ان شاء الله اللي بغى شي حاجه نشوفو كاينه دابا السيده اللي تخدم ليا ما شاء الله عندها داكشي زوين تبارك الله اللي درتي معاها حتى في الشباك هي في الاخر داكشي زوين تبارك الله كلشي داكشي زوين حتى الناس اللي كتصيفط لهم برا لي كوموند الحلوى تبارك الله حتى هما اللي بغى شي حاجه مرحبا سولوني الناس ديال برا على الحلوى قلت لهم ان شاء الله راه غادي تكون المهم خاصك تي داكشي داز على يدك والتيست كديري لي تيست دابا لا ضروري الا ما عجبتنيش الحاجه ما نقدرش نلونس ما دوزيهاش ايوا انا خاصها تعجبني انا ويا ترى يا ترى باش غترضي المستهلك ولا ما ترضيش ما داكشي باش الاذواق ولكن دابا انت عندك واحد الفئه راه عارفينك عارفين الذوق ديالك وعارفين اغلبيتهم تبارك الله حافظينك حافظين اغلبيه الناس حافظين الدرس غير من الكسكسو الله يعطيك الصحه والله العظيم غير كسكسو تبارك الله في الناس ما شاء الله هاد الكسكسو ديال فوره وحده واحد السيده في فرنسا اللي دارت بريستوره تبارك الله ما شاء الله فوره وحده ما شاء الله دارت بريستوره تبارك الله ما شاء الله والله يكمل حتى انت ان شاء الله تخيطيغ ريستورون المهم ديري لنا شي حاجه اختي عارفه ياك حنا عاد صافي انت قد المسؤوليه تبارك الله ما ينخافش عليك الواحد عاد الله الحمد لله اختي حنا واخا انا عرفت 3 ايام قالت لي انا داكشي بزاف انا صافي ضحكات لي واحد ستريس يعني واحد لقيته واحد لقيته صافي تزيرت ولكن الحمد لله قلت لها صافي هادشي اللي ولكن الحمد لله تعاونتي تنوضي جمعت الوقفه ونطي دابا تصحى خيناك خانتني الصحه ولكن الحمد لله راه حيت ملي شي يقول لك مزوق من برا راه شخبارك من الداخل معليش يعني راه لازم تيشوف لك هذاك الكادر وهذا اللي كيقول لك هذا ولكن راه انت راه ربي اللي عالم كلشي والله الا شوف هذا الزمان انا راه ما بقيتش دخلت عند شي حد ولا هضرت مع شي حد كتلقى ما عندوش شي افه مرضيه راه كلشي اللي ما عنده القليل عنده الكثير راه واقفين لا اله الا الله ما عرفناش نفس مريم شوفي النفس اللي تتوقف الانسان الشيء اللي عنده النفس النفس هي اللي كتوقف الانسان كلشي ما كتخليك تنوضي وتدمري وكتقولي انا وانا خاصني نوض خاصني ما اللي عنده اللي عنده صحته وما دارو راه يقول الحمد لله من هنا اللي ولا عنده غير شي حاجه خفيفه يقول الحمد لله اما راه الناس راه مساكن والله الا ملي كنصلي وهذا وكنقول يا ربي حمدتك وشكرتك كان عندي عويناتي عندي هذا الحمد لله وهذا الشيء ولكن نعمه نعمه من عند الله اللهم ديمها نعمه وفضلها هذاك الشيء اللي كاين وتبارك الله عليك لا لا امان الله يلي في راسك الله يسر امرك الى الملتقى ان شاء الله غير شوفوا حلقات ديال باش ما نقولش من هنا العام الجاي كاين حلقات ديال الضيافه ان شاء الله غنديرهم ان شاء الله مور رمضان ان شاء الله داكشي ديال القلب عاوتاني ان شاء الله والله يعطيك الصحه امين اختي تبارك الله علينا اختي راه ان شاء الله خصنا البروجي ديال العام الجاي غتكون سلسله سيره اختي تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه يلا صيام مقبول وتقبل الله الصيام والقيام ان شاء الله يلا الى اللقاء امين امين سلام العباده والقران يهفو قلبي للرحمن حلمي في كل آن رمضان جل الرحمة والغفران من غير ربي يستجيب وهو الرحمن.